بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العجيب بقى إن في يوم من الأيام كان أحمد بن أبي دؤاد جالسا مع الخليفة المأمون عند أستار الكعبة، فرأى مكتوبا على أستار الكعبة قول الله تعالى: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال له يعني أحمد بن أبي دؤاد، قال للمأمون، قال له: يا أمير المؤمنين، أريدك أن تكتبها ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. يبدل يعني السميع البصير، يخليها العزيز الحكيم. فأراد أن يحرف كلام الله لينفي وصفه بالسمع والبصر. طب ده ربنا اللي قال؟ لا، تماما كما قال الجهم بن صفوان. جهم بن صفوان قبل كده ليه؟ عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: لو وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصحف لفعلت. يعني لو لقيت طريقة مسحها من المصحف لفعل. ده الجهم بن صفوان قال إيه؟ على الرحمن على العرش استوى، عشان ينفي صفة الاستواء. عندنا لهم مشكلة ولغاية النهاردة. فيتجرؤون على كلام الله عز وجل حتى أنهم يريدون حذفه لتأييد رأيهم. تخيل، ما عندهمش مشكلة يحرفوا ويبدلوا عشان رأيهم. تخيل انت. فروى ابن ابي حاتم وعبد الله ابن احمد في كتابيهما في السنة عن شجاع ابن ابي نصر ابي نعيم البلخي. البلخي ده بقى ايه؟ قصة عجيبة كده يعني. وكان قد ادرك جهما، البلخي كان ادرك جهم، واخد بالك ازاي؟ قال: كان لجهم صاحب يكرمه ويقدمه على غيره، فإذا هو قد وقع به فصيح به وبدر به. يعني كان لي صاحب بيقربه وبيحبه يعني. وقيل له: لقد كان يكرمك. بيقول له يعني انت بتتكلم عليه ليه؟ ده كان بيحبك وبيكرمك. فقال: انه قد جاء منه ما لا يحتمل. لما زعل منه يعني كده. فقال له: ده كان بيكرمك. قال له: لا، جاء منه ما لا يحتمل. ايه هو اللي جاب منه ما لا يحتمل؟ ايه اللي جه من الجامع ابن صفوان؟ ايه اللي عمله الجامع ابن صفوان؟ قال: بينما هو يقرا طه، سوره طه يعني، والمصحف في حجره، فلما اتى على هذه الايه اللي هي الرحمن على العرش استوى، فقال: لو وجدت السبيل الى ان احك من المصحف لفعلت. يقول البلخي: فاحتملت هذه، عديها له يعني. ثم انه بينما هو يقرا ايه اذ قال، شوف تخيل، بص قال: ما أظرف محمدا حين قال. ده مين؟ ده الجامع بن صفوان. يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظرف محمدا، زي ما احنا دلوقتي ممكن نتريق على واحد نسخر منه: يا ظريف يا خفيف يا مش عارف ايه كده. شفت؟ تخيل. ثم بينما هو يقرأ طه سين ميم من سورة القصص يعني، والمصحف في حجره أيضا، إذ مر بذكر موسى عليه الصلاة والسلام، فدفع المصحف بيديه ورجليه وقال: أي شيء هذا؟ تخيل، يدفع المصحف برجله ويديه. المشكلة كمان إن المأمون قرب إليه رجالا من المعتزلة حتى راودوه على مذهبهم فأقنعوه وأصبح ألعوبة في أيديهم، ثم نصحوه أن يأخذ على أيدي الناس ويلزمهم أن يقولوا بقولهم توحيدا وإرضاء لربهم وإصلاحا لدينهم على زعمهم. يعني قالوا له: الموضوع ده ما ينفعش، وانت الخليفه وانت الحاكم، والكلام ده اصلا يعني عشان الكلام ده توحيد، انك تقول بقلب خلق القران ده توحيد لله عز وجل عشان ما يشبهوش. وبدا يقنعه: وهذا ارضاء لله عز وجل واصلاح لدين المسلمين، وانت الخليفه والمخول لحمايه الدين والدفاع عن الدين، فانت لازم تلزم الناس بهذا القول. ما ينفعش، انت لازم تلزم الناس بهذا القول بالقوه. خليفه بقى، فاهم ازاي؟ فطبعا وقع المأمون ابن هارون في شباكه، وفرض على الناس بدعة جديدة لم تكن في أسلافهم، وهي البدعة الكبرى، بدعة القول بخلق القرآن. وقد وصل الأمر ببعضهم إلى محاولته تحريف القرآن حتى لا يؤمن، خلي بالك، بتلك الصفة. هي موجودة في القرآن، رحنا عاش تستوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شيل، هم عايزين عشان يعني حرف القرآن عشان ما يؤمنوش بهذه الصفة.
من الغريب كمان ان هو يعني قال لابي عمرو، يعني احدهم قال لابي عمرو بن العلاء احد القراء السبعه، قال له اريدك ان تقرا هذه الايه. نقراها ازاي؟ اللي هي الايه اللي بتقول ايه؟ ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لن نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. قال له تقراها بنصب اسم الجلاله، يعني تقول ايه؟ وكلم الله موسى تكليما. يبقى مين المتكلم؟ موسى مش ربنا. خلي بالك، بدل وكلم الله برفع اسم الجلاله، لا، قال له تقراها بنصب اسم الجلاله عشان يبقى ايه؟ المتكلم موسى وليس الله. وذلك ليكون موسى هو المتكلم، اما الرب عنده فلا يتكلم طبعا، هو عطل الصفه. لان الكلام لا يكون الا بفم ولسان، ونحن طبعا اتكلمنا عن الموضوع ده حسب زعمه طبعا. فقال ابو عمرو اللي هو القارئ للقران، قال هب اني وافقتك في ذلك. انا ماشي يا سيدي هوافقك في ان انا اخلي وكلم الله، اخلي وكلم الله موسى، خلاص، بدلا من وكلم الله موسى، هوافقك على دي. فقال له فماذا تفعل؟ فماذا نفعل؟ اقرا ازاي انا بقى في قول الله، بقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكلمه رب، عمل فيها ايه دي؟ قال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين. فبهت المعتزلين. ولما اصر ابناء الجهميه من المعتزله على نفي صفه الكلام عن الله تبادر الى الذهن سؤال هام اللي احنا سالناه من شويه، وهو إذا كان الله لا يتكلم فهذا القرآن كلام من؟ ومن الذي تكلم به؟ فقالوا تكلم به محمد. ولما كان محمدا، ولما كان محمد مخلوق مخلوقا فكلامه إذا مخلوق. وقد خلق الله محمدا وخلق كلامه كما خلق سائر الأشياء. أما هو سبحانه، هم يقولون يعني، فلا يتكلم ولا يكلم أحدا من خلقه. وقد تخبط بعضهم بقى سكت عند سيدنا محمد، لا، تخبط بعضهم، فمرة ينسبونه إلى جبريل، ومرة ينسبونه إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومرة يزعمون أن الله كان ولم يكن عرب ولا كلام عربي. قال لك ما كانش في عرب ولا كلام عربي، فالله خلق القرآن كما خلق العرب. وغير ذلك من ألوان التخبط في الأدلة والتضارب في القول. طبعا عبر ابن القيم عن ذلك في نونيته، فقال عن تضاربهم وتهافت قولهم مستهزئا بهم وبعقيدتهم، قال إيه ابن القيم؟ قال إن الذي جاء الرسول به لمخلوق ولم يسمع من الديان والخلف بينهم، فقيل محمد أنشأه تعبيرا عن القرآن، والآخرون أبوا وقالوا إنما جبريل أنشأه عن المنان. وتكايست أخرى وقالت إنه نقل من اللوح الرفيع الشان، فاللوح مبدأه ورب اللوح قد أنشأه خلقا فيه ذا حدثان. هذه مقالات لهم، فانظر ترى في كتبهم يا من له عينان. لكن أهل الحق قالوا إنما جبريل بلغه عن الرحمن، ألقاه مسموعا له من ربه للصادق المصدوق بالبرهان. فحدثت فتنة ضخمة جدا في الأمة الإسلامية، فما سبب تلك الفتنة؟ قلنا بأن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة فطرية بسيطة لا تحتاج لكلام كثير، فأي واحد من عامة الناس يقتنع بها بسهولة، وهي مبنية على تصديق خبر الله تعالى وتنفيذ أمره. فأعطني خبرا عن الله فأصدقه، وأعطني أمرا عن الله فأنفذه. صحيح أنه قد يحدث خلاف بالنسبة للأمر في درجاته، هل الأمر ده إلزامي يعني واجب أم مستحب أم مباح أم مكروه أم حرام؟ وهذا هو الاختلاف الذي يحدث في باب الفقه، كما حدث في الخلاف بين الأئمة الأربعة، ده عادي جدا. وأما بالنسبة للخبر الذي يصدق فلا يجوز فيه الخلاف، وده العقيدة. فلما حدثت تلك الفتنة افترقت الأمة على فريقين. الكلام ده حدث في عهد الدولة العباسية في عهد الخليفة المأمون. الفريق الأول فريق يتابع الخليفة المأمون الذي هيمن على الخلافة من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب.
فكانت في ذلك الوقت الدولة العباسية كانت دولة يعني كانت دولة قوية في وقتها، وكانوا يقولون بأن القرآن مخلوق، ومن قال بغير ذلك سجنوه أو قتلوه أو عزلوه إن كان في منصب، حتى أنهم كتبوا على أبواب المساجد، تخيل، لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، وأي قاض لا يقول بأن القرآن مخلوق يعزل، وأي مؤذن أو إمام أو شيخ لا يقول بأن القرآن مخلوق أيضا يعزل. تخيل القهر والظلم. الفريق الثاني فريق مستضعف يمثله مجموعة من أهل العلم والمحدثين، ناس مستضعفين ينكل بهم وإلى آخره ويسجن ويعزل، ودول كانوا مجموعة من أهل العلم والمحدثين يقولون بأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وإن كان بعضهم لا يصرح ولا يتكلم في المسألة، يعني تقي كده ما يقدرش يتكلم. وأما الذين صرحوا بهذا الأمر بعض الأئمة في بغداد، وقد اشتدت المحنة بشكل شديد جدا إلى درجة أن هذه المحنة أسفرت على أن الله تعالى أجرى الحق على لسان شخص واحد. فالأمة من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها بمن فيها من محدثين كلهم بلا استثناء خافوا من الخليفة المأمون والخليفة المعتصم، وقالوا بأن القرآن مخلوق. يعني كان في كم واحد منهم محمد بن نوح وده توفي، واخد بالك ازاي في الطريق يعني، لكن كان في كثير جدا قالوا تقية من علماء كبار زي ابن معين وعلي بن المدين وغيره، وتأولوا قول الله تعالى، يعني هذا قالوه تقية وطبعا معروف يعني أخذوا بالرخصة، وتأولوا قول الله تبارك وتعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني طالما الإنسان يعني أجبر وأكره خلاص، يعني زي ما فعل يا عمر بن ياس وأخذوا بالرخصة، إلا الإمام العظيم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال له أعطوني آية من كتاب الله أو قول من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن القرآن مخلوق وأنا أجيبكم، أتوا بدليل وأنا معكم. إذن لا يقول أحد، نحن في عصر عملي، ما فائدة أن يقال بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ ما الذي سيترتب على ذلك؟ نقول الأمة مكثت قرابة 30 عاما والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول له أعطوني آية من كتاب الله تقول بأن القرآن مخلوق وأنا أجيب. فالعقيدة توقيفية وليست اجتهادية، ما ينفعش العالم يجتهد في العقيدة أبدا، ولا يجوز فيها الخلاف، فمن قال بأن هناك خلاف في باب العقيدة يقال له خلاف على ماذا؟ خلاف على أن تصدق خبر الله؟ يعني لما ربنا يقول لي خبر أنا استويت على العرش، هل ده في اجتهاد؟ أنا أصدق الخبر وخلاص، معروف الاستواء معناه معروف في اللغة، الكيف مجهول معرفوش، ما قاليش عليه ربنا، عايز دليل وأنا معاك، فاهم ازاي؟ فما ينفعش الاجتهاد. زي المتصوفة والأشاعرة والناس كلهم لما يجوا يتكلموا معنا ويقول لهم تعالوا على عقيدة الأئمة الأربعة، لم يختلفوا في العقيدة، اختلفوا في باب الفقه، الاجتهادات في باب الأمر يعني في أوامر وكده عبادات، أما في باب العقيدة لم يختلف كلهم زي بعض في العقيدة. فالعقيدة تصديق الخبر، فإذا جاء خبر عن الله عز وجل هل يقال يجوز أن تصدق الخبر ويجوز ألا تصدق؟ لا طبعا، هذا خبر، عارف يعني إيه خبر؟ مش أمر افعل ولا تفعل ولا بقى أنفس الأمر ولا أقول له أعمله إزاي واجتهد، لا ده خبر، أنا بقول لك حاجة معينة ربنا أخبرني بشيء خلاص أصدقه، ومن لم يصدق يقبل اجتهاده؟ يعني من صدق الخبر يقبل اجتهاده؟ ومن لم يصدق يقبل اجتهاده برضه؟ هذا كلام يعني مشكلة، يعني كأنك أنت يعني أفي الله شك مثلا؟ أخبار من الله، هل وصل باب العقيدة إلى هذه الدرجة؟ إذا كان كذلك فهناك خلل في تدريس العقيدة وفهم العقيدة، فالعقيدة تصديق خبر، فهل تأتي في تصديق الخبر وتقول بأن الاجتهاد مقبول؟ أكيد لا. طبعا أنا مش هقدر أخذ
العنصر الثاني وهو رسالة المأمون في إلزام الأمة بخلق القرآن وبيان ما فيها من زور ومؤتان، إن شاء الله إذا تيسر الأمر نأخذها في حلقة أخرى. معذرة على الإطالة، لكن هذه القضية قضية مهمة جدا، نستفيد منها حاجات كتير جدا، قرب الجهلة من الحكام وإقناعهم بأشياء معينة لتمريرها على المسلمين ومخالفة شرع المسلمين، من إقامة أشياء في هيئات حكومية ل يعني هذه الأشياء مخالفة لشرع الله، وأيضا قرب هؤلاء من الحكام كيف يكون ضررهم على الأمة، ويقع الضرر ويعني حاجات كثيرة غلط تحصل، والأمة لا تتقدم إلا بالعودة لدينها ونصرة دين الله بالعقيدة الصحيحة، وأن نصدق خبر الله في باب العقائد، ما فيش اجتهاد في النص أبدا خالص. هذا هو يعني الفوائد إن شاء الله كثيرة، وهذا ما يعني نأمله إن شاء الله، ربنا يعني يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا، آمين رب العالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، آمين رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.